وهنا اصر حازم صبري بخروج احمد درع من القضيه والا ما يكملش في الامر. قصة الحب العذري والحب اللي دفع لارتكاب الجريمة والحب اللي كان يعتبر من المكرهات المعنوية، لا الكلام ده طلع بلح. ربنا يصبرك يا حاجة وان شاء الله حقه هيرجع، حقه هيرجع بإذن الله. مش ممكن يا حاج. هيرجع. مش حد يعوضني حلاوة ابني. حقه هيرجع. مش حد يعوضني. حقه هيرجع. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته محترمين اليوتيوب. احنا بصدد قضية الدكتور أسامة توفيق. يمكن كثر القيل والقال ان القضية ماتت وان الاحكام هتخفف في محكمة النقض، وده مستدل عليه بعض المحامين وبعض المنصات ان القاضي اللي كان في شمال القاهرة الخاص بجلسة قاتل طبيب الساحل استخدم المادة رقم 17 في الرأفة لإيمان محمد صالح. لكن الناس بتتكلم بالقانون وإحنا هنتكلم مع حضراتكم بالقانون أيضا. يعني إيه؟ يعني قد يكون أن فريق المجني عليه أو المدعي بالحق المدني ليه أقوال وليه درجات في محكمة النقض. اللي شايفه يخليه متمسك بالدفاع عن احمد فرج، في حين ان خطاب المتهم الاول اللي حرره بخط يده قال ان المتهم الثاني احمد فرج لا يعرف كل التفاصيل ولا يعرف حاجه عن الواقعه. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني فنيا اي تصوير فيديو او كاميرا او اي كاميرات مراقبه عموما ما بتطلعش الهيئه الصحيحه. لا بتطلع الوجه. لا يعني احيانا بتبينك مليان شويه. مكمل. اللي شايفه يخليه متمسك بالدفاع عن احمد فرج، في حين ان خطاب المتهم الاول اللي حرره بخط يده قال ان المتهم الثاني احمد فرج لا يعرف كل التفاصيل ولا يعرف حاجه عن الواقعه. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني فنيا اي تصوير فيديو او كاميرا او اي كاميرات مراقبه عموما ما بتطلعش الهيئه الصحيحه. لا بتطلع الوجه. لا يعني احيانا بتبينك مليان شويه. مكمل. اللي شايفه يخليه متمسك بالدفاع عن احمد فرج، في حين ان خطاب المتهم الاول اللي حرره بخط يده قال ان المتهم الثاني احمد فرج لا يعرف كل التفاصيل ولا يعرف حاجه عن الواقعه. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني فنيا اي تصوير فيديو او كاميرا او اي كاميرات مراقبه عموما ما بتطلعش الهيئه الصحيحه. لا بتطلع الوجه. لا يعني احيانا بتبينك مليان شويه. مكمل. يا ساده، يعني الفيديو ده بنبشركم بالخير ومن خلال الدفوف القانون والمواد الدستورية بنرد على المحاميين وعلى الناس اللي بتقول ان عقوبة احمد شحتة واحمد فرج ممكن تنزل لل 15 سنة. احنا مش من اول قلم هنسلم يا سادة ونجري ونترك القضية، لكن متضامنين في القضية وبنحاول ان احنا نحضر لحضراتكم ونبحث بحث شديد اللي يطمن قلوبكم. مع حفر الأرضية لقوا جثتي بالهدوم اللي كنت لابسها وقتها، بس على ما اكتشفوا جثتي كان صاحب عمري هرب، ومع تكثيف جهود البحث قدروا يوصلوا لمكانه في الصعيد، ولما اتقبض عليه اعترف بارتكابه الجريمة هو والممرض بتاعه ومحامية كان متجوزها عرفي بهدف طلب فدية من أهلي. أنا أسامة توفيق السيد صبور، عندي 30 سنة، دكتور عظام في معهد ناصر من مركز هيها محافظة الشرقية، فتح عيادة في الساحل مع شريكي وصاحب عمري الدكتور أحمد، وكان بالنسبة لي أكتر من أخ. بيوم الحادثة بعت صديق ليا اسمه الدكتور علي علشان يجيب لي من البيت بدلة عشان أروح فرح معزوم عليه، ولكن اتفاجئت بالممرض اللي شغال في عيادتي جاي لي وبيقول لي إن في حالة مطلوب الكشف عليها في محل سكنها، ودي تبع المحامية صاحبة الدكتور أحمد. ولما وصلت هناك اتفاجئت بصاحبي بيقيد حركتي، وبعدين اداني حقنة بنج وخد محفظتي وبطاقات الائتمان اللي فيها وقفل تليفوني وبوظه عشان محدش يعرف يلاقيني، ولما بدأت افوق تاني حقني بحقنة تانية ونقلني هو واللي معاه من الشقة للعيادة. وهناك كان الدكتور احمد حفر حفرة بالليل وقال لهم ساعتها انه هيخزن فيها ادوية، ولما بدأت استعيد وعي تاني حقني للمرة التالتة وسابني يومين من غير لا اكل ولا شرب لحد ما موت، وبالفعل مت. فدفني في الحفرة وردم عليا. في نفس الوقت ده والدتي كانت مسافرة عشان راحت حج، وعلشان متعودة نكلمها كل يوم قلقت عليا لما فات 5 أيام من غير ما أكلمها. اتواصلت مع مديرية أمن القاهرة بس قالوا لها أنت تابعة اسم الساحل، بلغي هناك. ومن قلقها عليا
قطعت زيارتها ونزلت علشان تقدم البلاغ. يمكن نتكلم النهاردة في بعض الأخطاء اللي وقعت فيها المحكمة علشان لنخفي عليكم سرا من خلال المواد الدستورية اللي بتقول ان السبب في الفساد بالاستدلال. يعني ايه الفساد بالاستدلال؟ لان هناك معيارين استخدمتهم المحكمة في قرار إيمان اللي احنا بنخصه بقى قرار إيمان، لان احمد شحتة واحمد فرج اخدوا اعدام. الناس كلها مقلقة ان شحتة وفرج ينزلوا لنفس الحكم اللي اخدته إيمان او يتنقط في الحكم كمان اللي اخدته إيمان. لكن هنقول ان الفساد بالاستدلال اذا كان هناك معيارين استخدمتهما محكمة الجنايات بمنطوق الحكم. يعني ايه؟ يعني المحكمة اشتغلت في القضية بعدد 2 معيار. المعيار الاولاني وهو الردع العام اللي نصت عليه المادة رقم 32 عقوبات، وهو تجديد العقوبة علشان إيمان واحمد فرج واحمد شحتة استخدموا الشذوذ في الجرم ضد الدكتور أسامة توفيق. فهنا عندنا 2 من المعيارين، المعيار الاولاني استخدام الردع، والمعيار الثاني اللي هو استخدام المادة رقم 17 واللي احنا بنقول عليه الرأفة أو الاستثناء. يمكن المعيار الأولاني نصت عليه المادة رقم 32 عقوبات، وهو تجديد العقوبة وهو الأصل، يعني القرار أو الجرم الأصل في القضية اللي احنا شفناه كلنا مع بعضنا بتحويل أوراق الثلاث متهمين لفضيلة المفتي. هو ده يا جماعة ما بين قوسين كده الأصل في الحكم، وبعدين نفند الحكم الثاني. يمكن الأصل في الحكم، والمعيار الثاني بقى اللي هو استخدام الرأفة وتخفيف العقوبة اللي نصت عليه المادة 17. يعني احنا شغالين على جزء مواد، المادة الأولى 32 والمادة الثانية رقم 17 عقوبات. هنا الاستثناء كان في المادة رقم 17 أو المعيار الثاني، وكانت أحوال الجريمة وظروفها ما ينفعش ان احنا نستثني فيها تخفيف عقوبة. يعني بالنص كده زي ما مكتوب في مواد القانون، تخفيف العقوبة الذي نصت عليه المادة 17 عقوبات وهو الاستثناء، وكانت أحوال الجريمة وظروفها وملابستها تقتضي الشدة والردع. يعني إيه؟ هم مش ممسوكين أو محكوم عليهم بالإعدام إن هم سارقين مفتاح أنبوبة أو قفص طماطم، لا، ده ناس قتلة ومخططة واقترنت الجريمة بالسرقة والاضطهاد والتعذيب والاختطاف والاستدراج وتهم كتيرة جدا. يعني عندنا المعيار الأولاني اللي هو الأصل، المفروض المحكمة تستخدم فيها الردع والشدة، وده بالفعل اللي استخدمته المحكمة في الحكم الأولاني بتحويل أوراق ثلاث متهمين لفضيلة المفتي. طيب رأي فضيلة المفتي أمن ووافق على الثلاثة إعدام ورجع القرار للمحكمة تاني. المفروض المحكمة تأيد على قرار فضيلة المفتي. الناس هتقول ده قرار استثنائي، يبقى المفروض المحكمة تأيد على القرار اللي حولته للمفتي، تاخد الرأي الشرعي فيه ويرجع ليها تاني تأكد وتأيد على الحكم الأولاني اللي هي المادة 32 عقوبات. لكن حصلت الفاجعة، وجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وتم الاقتداء بالمادة 17 للمتهمة إيمان. طيب هنا المفروض بقى الملابسات بتقتضي الشدة والردع العام، فعلى المحكمة ترك الاستثناء والأخذ بالأصل وهو الردع العام، سيما وأن يقين وقناعة المحكمة اتجهت إلى الشدة بأن الجميع ارتكبوا كل الجرائم الواردة بأمر الإحالة، وكلها تقتضي الشدة وتقتضي الإعدام تطبيقا للمفهوم المخالف لنص المادة 17. يعني نص المادة 17 لو الجريمة ما تقتضيش الشدة أو العقوبة أو التحويل لحكم الإعدام فممكن نستخدم المادة رقم 17. إنما المحكمة أقرت إن العقوبة يستخدم فيها الشدة أو الردع، وبناء على كده وحولت القضية أو أوراق القضية لفضيلة المفتي.
لكن المادة 17 ضد المادة 32. طيب، توافقا مع معيار الشدة المنصوص عليه في المادة رقم 32 عقوبات، واللي استندت إليها المحكمة بحكمها، فإن أخذت بالاستثناء وخالفت الأصل وقضت بالرأفة في حال أحوال الجريمة تقتضي الشدة، تكون قد خالفت القانون واستوجب حكمها النقض. يعني المحكمة في البداية القضية تحولت لها من النيابة العامة، وقرار الإحالة لمحكمة جنائية مش محكمة ابتدائية أو محكمة جنع، لا ده محولة إلى محكمة جنائية لأن القضية تقتضي الجريمة. وجريمة إيه؟ قتل مع سبق الإصرار، مقترنة بجرائم أخرى، تهمة السرقة والاستدراج واللي احنا عددناها لحضراتكم. والمحكمة حكمت الحكم الأولاني اللي هو الأصلي بتحويل أوراقهم لفضيلة المفتي للإعدام. حلو الكلام؟ حلو الكلام. جت بعد كده المحكمة استأنفت المادة رقم 17، يبقى نمشي مع مين؟ مع الأصل في الجريمة ولا استثناء مادة اللي هي 17 اللي احنا بنستخدم فيها الرأفة؟ يبقى هنا حصل تضاد ما بين المادتين ال 32 وال 17 أو المعيارين، الأصلي وهو استخدام أو شذوذ الجرم اللي بيقتضي شدة العقوبة، والمعيار الثاني اللي هو استخدام المادة 17 اللي هي مادة الرأفة. هنا استجوب حكمها النقض. يعني الرسالة دي مننا لمحاميين أو المدعيين بالحق المدني أو محاميين الدكتور أسامة توفيق، عشان نبسط الأمور على الناس ونقول إن القضية مش بح أو القضية اتقفلت أو القضية خلصت. يمكن من خلال بحثنا الدؤوب بنحاول إن احنا نبحث لحضراتكم على مقتضيات القضية والدرجات اللي ممكن تتم بعد كده، علشان ما نسمعش كلام يزعل ويوجع قلوبنا. حيث أن أحوال الجريمة وظروفها وملابستها تقتضي الشدة، كونها أهزت الرأي العام المحلي والعربي والعالمي لبشاعة الجريمة وللدافع الدني اللي هو الخطف والسرقة بالإكراه والقتل العمد مع سبق الإصرار، ووصف مرتكبين الجرم ده من قبل الثلاث متهمين ان فيهم طبيب وفيهم محامية وممرض كمان، وارتكبوا الجرم ده في حق صديقهم او في حق الدكتور أسامة توفيق، وهو صديق الطبيب المجرم اللي كان من المفروض ان يكون مثالا للإنسانية والرحمة لا ان ينزلفوا الى صف المجرمين. قاموا بقتل الطبيب الدكتور أسامة توفيق بأبشع صور القتل، حيث قامت من نالتها الرأفة وهي المحامية كان المفروض بها تطبيق العدالة وتتبع المجرمين وإخبار السلطات عنهم. يعني المفروض أن دي ست محامية وفهم القانون، يعني اتسطلت على الجريمة وخططت ورتبت، ومن كان من باب أولى أنها كانت تبلغ السلطات المعنية وتبلغ عن ارتكاب الجريمة. ولو لم تطأ قدمها الشقة أو مسرح الجريمة فوجب عليها بكونها أنها محامية كانت بلغت الجهات المعنية. طيب المفروض أنها تتبع المجرمين وإخبار السلطات عنهم لأن تصبح مجرمة مثلهم. استدرجت الطبيب وسلمته لرفاقها اللي هي أحمد شحتة وأحمد فرج، واللي هو الطبيب والممرض، بدأوا أنهم يمارسوا عليه أشد أنواع التعذيب. أخدوه ونقلوه بعربية مخصصة اللي هو الكرسي بتاع الاحتياجات الخاصة لعيادة عائدة للطبيب المجرم شحتة، حفروا فيها حفرة كالقبر، جهزوا لقتله فوضعوه بالحفرة ومارسوا عليه أشد أنواع التعذيب من صعق الكهرباء، كمموا فاه، عصبوا عيني، خدروه مرات ومرات متتالية، وحرموه من الطعام والشراب لمدة يومين متتاليتين. بدأ يسحبوا دم وإغلاق الحفرة عليه علشان يحجبوا عنه الهواء، وبدأوا يكمموا عينيه ويكمموا بقه ويحطوا بلاستر وسماعات، وعملوا له بسترة بولية في داخل الحفرة. سحبوا منه دم وأغلقوا الحفرة علشان يحجبوا الهواء عنه ويروعوه بالتهديد والوعيد. وطبعا يعني ما استجابوش لتوسلات الدكتور أسامة توفيق، بل تركوه واخذوا كل المال اللي معاه سواء كتير بقى او قليل، لان طبعا يعني هم قالوا 250 جنيه لكن الله اعلم ورسوله كان معاه قد ايه وتم سرقته من مبلغ قد ايه. غطوا الحفرة عليه
وحطوا فرحاف من الفايبر، ويمكن منعوه من ممارسة يمكن أقل مستحقاته بذهابه للحمام، لكن أثروا على أنفسهم ووضعوا له بسطرة بولية. طبعا استمروا في التعذيب لحد ما فارق الدكتور أسامة توفيق الحياة، غطوا الحفرة عليه وعادوا الأمر إلى ما كان عليه. انطلقوا بعملهم بكل برود أعصاب ودم بارد، كأن شيئا لم يكن، كأن دم هذا الإنسان لا يعني في هذه الأعمال، وأحوال جريمتهم تقتضي معاملتهم بها بالمعيار الأولاني ولا التاني. بعد ما فندنا حراكم ونددنا عدد القرائم اللي ارتكبت في حق الدكتور أسامة توفيق، المفروض المحكمة هنا تحكم بأي معيار، المعيار الأصلي اللي احنا عددنا الجرائم دي كلها فيه، ولا المعيار الفرعي وهو معيار المادة رقم 17. طبعا المفروض تنتهي المعاملة بتاعتهم وتقتضي بمنتهى الشدة وتطبيق أقصى عقوبة علشان يكونوا عبرة لأمثالهم وللردع العام اللي الجريمة دي هزت المجتمع المصري وجميع المجتمعات العربية. فكان من العدالة معاملتهم بالحزم والشدة وحجب أي رأفة عن أي متهم في التلاتة، وفي حال منحه لأحدهم يكون الحكم قد جانب الصواب والعدالة والقانون، لكن استوجب النقض. يعني لو القاضي بقى يعني لا تعقيب على أحكام القضاء والقاضي وهو شأنه، لكن الحكم هنا بيستوجب النقض من قبل المدعيين بالحق المدني. يعني احنا بنحاول نفسر خطوط او نوضح خطوط لمحاميين المجني عليه الدكتور أسامة توفيق، ودي يعني يمكن هنقول نص صفحة من اللي المفروض محامين المدعين بالحق المدني يتكلموا فيها في محكمة النقض. طيب معانا بعض الأخبار برضو، حسنا حاولنا ان احنا بس نفرح حضراتكم او ننشر كلام يريح قلوبنا ان ممكن القضيه يكون فيها امل، وامل كبير جدا. ولو حضرتك لسه واصل معانا الفيديو دلوقتي، لسه مشاهد دلوقتي، شاهد الفيديو من البدايه وهنقول ان الامل موجود. لكن بعد التداعيات بقى وبعض التفاصيل اللي انتشرت على السوشيال ميديا في جوانب المتهمين الثلاثه، ان شحته انضرب علقه من احمد شرشوبه داخل محبسهم في سجن بدر العمومي، وهم بيتقابلوا في الحمامات بدا ان هو يتطاول احمد فرج شرشوبه على احمد شحته ولقنه درس قاسي او علقه محترمه. الغريب اشمعنى ضربته في السجن وما ضربتوش في القفص ايام الجلسات، وانت يمكن مفيش رقيب عليك قد كده على محارس او عسكري يدخل يفصل العراق او المشاجره اللي بينك وما بينه، كنت رنيته علقه مظبوطه. ايمان راحت للمستشفى قعدت في حدود 6 ساعات بعد ما حصلها انهيار عصبي. الكلام ده من قيمه 3-4 ايام بعد إزدال الستار عن جلسة 8-11. هنا طبعا بنأكد لحضراتكم برضو عشان الناس بدأت تتكلم بقى في ميراث إيمان من أحمد شحتة، بنقول لحضراتكم يا جماعة لقد تمت الزيجة. يعني إيه تمت الزيجة؟ عندنا شهود، عندنا مواثيق، عندنا أدلة، كل حاجة موجودة يا جماعة علشان يكون الزواج إن إيمان على ذمة أحمد شحتة. طب إيه الأدلة والمواثيق والبراهين يا إبلاوي؟ أقول لحضراتكم عندنا محضر رسمي بشهادة النيابة العامة وقرار النيابة العامة بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية اللي اعترفت فيه النيابة العامة أن هناك زواج عرفي ما بين المتهم والمتهمة، المتهم الأولاني والمتهم الثالثة. يعني إيمان من حقها أنها تطلع بقى مش بعد ال 15 سنة، لا ده هي من حقها دلوقتي بتوكيل محامي خارج السجن انه يرفع دعوى اثبات الزوجيه على احمد شحته. يعني لو الاحكام مشت بما يرضي الله واحمد شحته اتعدم، فهنا ايمان من حقها انها تورث في تركه احمد شحته. قد يكون ان احنا بنوسع الخطوط او بنفهم اهل المتهمين، لكن احنا بنحلل القضيه من كل الجوانب بتاعتها بما لها وما عليها، بما يسعدنا وما يحزننا. المفروض ان احنا نتكلم على كل كواليس القضيه. يعني ايمان كانت متواجده في النيابه العامه واعترفت ان في زواج عرفي وورقتين عرفي، ونفى الكلام ده احمد شحته. لكن لما نيجي نتكلم على المواثيق والبراهين والادله توافر الشهود. مين الشهود؟ مش عارفين اسمائهم، لكن ايمان واحمد شحته قالوا ان احنا اتجوزنا بعضنا قدام عدد من الشهود، وهنا اعلنا قدامهم ان احنا اتجوزنا، والنيابه العامه في محضر رسمي تشهد بذلك النيابه العامه من خلال اقوال ايمان و
احمد شحته، وقد يقول ان لو رفعت قضيه عليه هتطول فيه، يعني خلاص هي دلوقتي بقت في عهده الزوجه الشرعيه بالنسبه له من خلال المواثيق والادله وشهاده الشهود كمان، يعني من حقها لو احمد شحته اتعدم انها تورث فيه. بل هل بقى احمد شحته هيديها الفرصه دي او اسره احمد شحته هتحط ايديها على خدها؟ اكيد عملوا حركات مستخبيه كده، جابوا ورقه وعملوا فيها تنازل وكمان مضوا احمد شحته عليها. طيب لو ده ثبت بالفعل ان احمد شحته مضى بالتنازل عن جميع ممتلكاته لاخواته او زوجته او اولاده، فهنا لو اتضح لعقيده المحكمه انه عمل كده علشان يحرم ايمان من الميراث، فهنا بتكون في حاجه اسمها الوصيه الواجبه، ان ايمان حتى هو لو باع ممتلكاته كلها وتأكدت المحكمة من عقيدتها ان هو باع الحاجات دي لأولاده أو لمراته أو لإخواته أو لأبوه أو لأمه علشان يحرم إيمان من الميراث، فإيمان برضه هتورث بالوصية الواجبة ويكون مقدار ورثها تلت تركة أحمد شحتة. الشهود موجودين والنيابة العامة أقرت بذلك، واحمد شحته اقر بذلك، وايمان اقرت بذلك ان هما كانوا متجوزين. ولو الدنيا بقى يا مان عصلجت حبتين، هتروح تطلع لك جثه ولا جثمانين من اطفال الاجهاض اللي انت كنت بتعمله قبل كده، وحلل الدي ان ايه يا ستي. الناس النهارده اثبات النسب اقوى بكتير قوي وبينجح وبيكسب عن نفي النسب. يعني انت لو حاولت بقى ان انت تشوفي العيال الصغيره اللي هم المجاهدين دول انت كنت رميهم فين ولا دفنهم فين، وتحليل الدي ان ايه اللي هيثبت ان ابوهم احمد شحته وامهم ايمان محمد صالح، فانت كده هنقل ليكي بقى، جهزي بقى شويه بقى، جهزي الثلاجه والبوتاجاز والميكرويف وشويه السجاد والنجف والحاجات دي كلها، عشان زي ما انت هتورثي من الراجل المفروض تودي له عزايل يا ستي. فانتهينا بقى من حكايه التورث والقصه بتاعت ايمان. طيب بالنسبه برضه انتشر على بعض المنصات المحترمه طبعا اللي بتتابع القضيه عن قرب ان احمد عاشور المستشار احمد عاشور اللي هو محامي المتهم الثاني في القضيه طلع بعض الاخبار ان هو يعني عزف عن تقديم بلاغ للمحامي العام بالتشكيك في ديابس ورايد، لكن احنا بنقول لحضراتكم الكلام اللي انتوا هتسمعوه ليس له صله بالحقيقه. احمد عاشور بدأ بالفعل قدم مش هنقول بدأ لا قدم بلاغات للنائب العام طلب فيها التحقيق مع ديابس ورايد، برغم ان ديابس هربان، في ناس بتقول هربان وفي ناس بتقول مش هربان، لكن يجي بالانتربول يا سادة لو صدر ضده حكم يتقفش ويجي بالانتربول علشان يتم معاقبته او يتم مقاضاته. طبعا يعني وصلنا برضو بعض الكلام ان احمد فارق بدا يتكلم ويقول ان ديابس كان موجود، طب ما هو قال الكلام ده في القفص، وممكن يكون قال باختصار في القفص، لكن هيقول في محكمه النقض او في قسم الشرطه هيقول بالتفصيل، لان طبعا يعني زي ما وصلنا لنا كده ان احمد ديابس ثار في سجن بدر وطلب انه يعني يقابل المأمور، والمأمور ابدى له الايجاب مش الرفض يا جماعه، يمكن يكون مثلا بيمتص غضبه. المأمور قال له ان شاء الله قريب ان انا اجيبك المكتب بتاعي وتقول كل اللي انت عاوزه. طبعا في بعض الاخبار بدات انها تنتشر، يعني يقول ان ايمان كانت في مسرح الواقعه، ويا ترى حازم صبري شاف ايه علشان يقول شتان ما بين الرأفه والاعدام لايمان. اكيد شاف ايمان في صور في فيديوهات موجوده في الواقعه، ان بعت له حاجه بتثبت ان ايمان كانت في محل الواقعه، او ان بعت له حاجه يثبت من خلالها ان ديابس كان داخل الواقعه. اخبار كتيره قوي بتنتشر على السوشيال ميديا، واهمها ان احمد فرج بدا يتكلم ويقول ان انا لو حضراتكم بقى تفتكروا من قيمه 3 4 ايام راح برضو الاب اللي هو الحاج فرج عشان يجيب بقى توكيل خاص للمستشار احمد عاشور في تقاضيه للجوله الثانيه في محكمه النقض، ويجيب توكيل او تصريح لزياره ابنه احمد فرج. طبعا في برضو تفاصيل بتجرى من خلف الكواليس، لكن احنا بصددها، ودايما بنقول ان احمد ديابس ورائد لو ما كانوش مدانين ايه اللي كان هيخلوهم يسكتوا لحد دلوقتي على الرد على السوشيال ميديا. شرحنا لحضراتكم في البدايه بعض المقتضيات من الاحكام او مذكره نقض يتقدم بيها محامين
او المدعين بحق المدني للمجني عليه الدكتور اسامه توفيق. واهم شيء من اذكر حضراتكم ان شاء الله الامل موصول ومفيش حق بيموت وراه مطالب. مش عاوز الناس تكل او تمل او تفقد الامل في تثبيت الحكم على المتهمين الاثنين شحته وفرج بالاعدام. وايمان يعني خلاص جلت او هربت من عقوبه الاعدام ويحق لمحامين المجني عليه الطعن في الحكم ورد المحكمه. والمفروض يعني احنا ايدينا بايديهم، لكن يعني شهلوا شويه يحاولوا انهم يوسعوا او يطولوا الخطوه بتاعتهم في الايام الجايه عشان حق الدكتور اسامه توفيق ما يروحش زي ما تفهم البعض على السوشيال ميديا. اهم حاجه ان في معيارين في القضيه، الاصل والاستثناء. وعشان الجريمة يعني البشعة، الجريمة أخذ يمكن مكانها في جزوزها في ارتكابها للجرم، المفروض المحكمة كانت حكمت بالأصل في القضية وهو تجديد العقوبة على المتهمين عشان يكونوا عبرة لمن لا يعتبر. مش هنطور حواكم أكتر من كده في فيديو النهاردة، وبشكر كل الحبايب اللي كانوا متواجدين معنا. بشكركم وجمعة طيبة ومباركة لجميع الأخوة والأخوات المتواجدين معنا على الشات. بنحبكم في الله وبنحبكم لله. نورتونا وشرفتونا. كان معاكم اخوكم مجدي البلاوي. وما تنسوناش في اللايك والاشتراك. القناه بتاعتنا عمرها ما هتكبر وهتكون في المقدمه الا بوجود ودعم كل حبايب المتواجدين معنا. فلا اترك اثر لينا في الفيديو ده. ونقول لكم السلام عليكم.